الله إفادة لكم عندما تكون الأواني في المطبخ مستعملة ويجب تنظيفها. لا تستعمل هذا أو الصابون، استعمل ما تملك في المنزل من مواد طبيعية مثل قشور الشين المستعمل هكذا. ما تلاحظون يزيل البقع بسرعة. هنا كان فيه الحليب، إضافة إلى أنه يعطي رائحة زكية أحسن من الصابون، وفيه فوائد على الصحة بخلاف مواد الصناعية لغسل الأواني. السلام عليكم.